إيد حققت لاعبة الجودو السعودية نجد أحمد المالكي أول ميدالية ذهبية في تاريخ رياضة الجودو السعودية للفتيات عبر منافسات بطولة تراتاو الدولية للجودو، وذلك للفئة العمرية دون 10 سنوات. ونجحت الفتيات السعوديات في انتزاع 7 ميداليات أخرى في مختلف المنافسات التي جرت في مدينة تالين في أستونيا. وتشارك السعودية في بطولة تراتاو الدولية للجودو بفريقين للشباب والشابات، وذلك في إطار تحضيرهم للوصول إلى أعلى المستويات عبر المشاركة في البطولات العالمية التي تسهم في رفع مستوياتهم. عن ذلك ينضم إلينا هاتفيا من الرياض رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني. أهلا وسهلا بك سيد خالد، نبارك لك هذه الميدالية أولا للاعبة السعودية نجد المالكي. بالتأكيد هو إنجاز تاريخي إذ أنها أول سعودية تحقق ميدالية ذهبية في لعبة الجودو تحديدا. أولا كيف استطعتم الوصول إلى مثل نجد والفتيات الأخريات التي يشاركن في هذه المنافسة وصقلهن حتى يتمكننا من تحقيق 7 أو 8 ميداليات حتى الآن في هذه البطولة؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. كانت هذه جهود مبذولة من بداية استلامي للاتحاد الجودو قبل سنة بالضبط، أن نبغى نكون قاعدة للبراعم للأطفال بنات والأولاد. لأن حمد ضمن بعض لهذه الطفلة كانت من بطولة أو نقول دورة عملناها في رمضان الفائت، كانت يعني توها لسه صغيرة، والله الحمد الآن جابتنا ذهب في بطولة دولية. فإن الآن ماشيين بطريقة أنه دعم القاعدة الصغيرة حتى البرعم هذا لما يتطور بالذهب والفضة والبرونز ويتعود وهو صغير، إن شاء الله يحقق لنا أمال الوطن حتى وهو كبير بإذن الله. جميل، بدي نسألك عن رياضة الجودو بالنسبة للفتيات في السعودية، هل لها مراكز تدرب الفتيات حتى يتمكننا من التنافس على مستوى البطولات؟ احنا نعرف ممكن يكون في مراكز تدربهم على مستوى الهواية، لكن على مستوى الاحتراف بطولات ومشاركات دولية؟ طبعا احنا فاتحين ابوابنا لكل الاندية وكل الهيئات ومراكز، ولله الحمد عملنا اول اكاديمية جودو للبراعم في موجودة في مدارس الرياض بالرياض طبعا، وعملنا أول نادي نسائي للجودو بجامعة الملك سعود للبنات للكبار، ولله الحمد الآن كونا قاعدة جميلة جدا من الفتيات. يعني العدد تقريبا عدد الممارسات للعبة الآن في السعودية؟ عدد والله عدد يعني ما شاء الله ما كنا متوقعين الإقبال. البنات في جامعة الملك سعود أكثر من 300 فتاة، والمدارس الرياض الآن تقريبا حول 200 إلى 300 ما بين فتاة وولد إن شاء الله. جميل، بالنسبة للمراحل المقبلة لإعدادهن في الفترة المقبلة، وش البطولات اللي حيشاركوا فيها؟ وأيضا بالتأكيد لكم هدف، إيش هدفكم في الفترة المقبلة؟ التأكيد أنكم تريدون أن تنافسوا على ميداليات معينة على في 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 مسابقات معينة. طبعا هدفنا لا نستطيع نقول لك هدفنا بعد 6 شهور أو 8 شهور، أهدافنا سنوات مقبلة بإذن الله. نبحث عن اللاعب الجودو لما نبنيه من الصغر، يكون لما تبني من الصغر يكون زي النقش في الحجر، إن شاء الله يكون هذا الطفل متحمس أنه كون الميدالية وهو طفل لن يتركها وهو كبير بإذن الله. وإحنا إن شاء الله نهدف في بطولة الجودو نشارك أبطال جود إن شاء الله في طوكيو 2020، وإن شاء الله بعدها في باريس برضو أولمبياد 2024 بإذن الله. بالتوفيق طبعا ورجال. بالتوفيق لكم. كان معنا من الرياض العميد خالد العريني رئيس الاتحاد السعودي للجود، وشكرا جزيلا لك.